نقعد مع بعض انت عارف كل اللي في النادي كلهم حبايبي جدا، صحابك تعرف انا طبعا. متربي معاهم، حسين شكري حسين شكري ومؤمن ماسك فين بقى دلوقتي؟ حسين ماسك فرقه في 97 الترسانه 99 تقريبا، 99 وكابتن مؤمن. اسيسه وفي ناس هناك كتير ماسكين، وكابتن شابوري موجود طبعا ماسك فرقه، وبهلول موجود لا والله. في مدرب، بس فاحنا انت ما خدتش حد منهم لا مساعد عشان انا معاك، جاي معايا معاك ستاف الستاف كانوا بتاعك. اشتغل معايا، معاك مين عالي ان شاء الله؟ معايا كابتن محمد عبد الكريم مدرب، معايا ومعايا كابتن احمد سليمان، ناس كلهم من الاهلي، ناس محترمين ومتربيين جدا، ومعايا محمد عادل مدير شؤون لاعبين، رائد محترم جدا وجميل، محمد ومعايا عادل دكتور ومعايا دكتور اسمه دكتور الشحات كان معانا طلعت في النادي الجهاز الاهلي، كله بالكامل يعني. كل الجهاز معايا من بره، مفيش غير كله كابتن فهيم بس، فهيم اللي كان موجود، فاهم وكابتن عمر. حسن علي لان ما كانش معايا اداري وما كانش معايا مدرب حراس، فكابتن حسن علي طبعا راجل طبعا. تعرف راجل قيمه كبيره هناك وراجل رمز في نادي الترسانه يعني، وكانت فاهم من الناس برضو المحترمه جدا، فيعني احنا الاستاف كله يبقى حاجه يعني، الناس كلها هتلاقيهم ناس كلهم يعني انت بتقشر مرضي يا علي، الناس عامله كل حاجه، الحمد محدش لله، قال لك لا بلاش ده خد ده، لا 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 مش لا لا سايبينك كل تعمل كل لا اللي لا انت ناس عايزه. محترمه جدا والناس كلهم في ظهري، ودي هي دي مهمه يعني، يعني هم الناس عايزين يعملوا حاجه كويسه لنادي الترسانه يعني. طب